بسم الله، سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا مع اسم الإشارة للمفرد المذكر، وبعد ذلك عرفنا أن هناك اسم إشارة للمفرد المذكري القريب هذا، واسم إشارة للمفرد المذكري البعيد ذلك، وعرفنا أن اسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه القريبة ولكن البعيدة تلك. نعم، هذه شجرة كبيرة، تلك شجرة صغيرة، أين اسم الإشارة في الجملة الأولى واسم الإشارة في الجملة الثانية؟ هذه في الجملة الأولى. نعم، هذه اسم إشارة للقريب البعيد، لقريب. نعم، المذكر أو المؤنث؟ مؤنث. إذن اسم إشارة للقريبة. نعم، تلك شجرة صغيرة، هل يوجد في هذه الجملة اسم إشارة؟ نعم، تلك. تلك، جميل. تلك اسم إشارة للمذكر أو المؤنث؟ مؤنث. نعم، القريبة أو البعيدة؟ بعيد. نعم، إذن اسم إشارة للبعيدة، البعيدة معناها للمؤنث. جيد، بالأمس قبل أن ننهي الدرس أخذنا بعض الكلمات التي منها المذكر والتي منها المؤنث. قلنا طالب مذكر المؤنث هذا طالب مجتهد وذلك طالب مقصر، يعني لا يهتم بالدروس. أين اسم الإشارة في هذا الجملة؟ في هذه الجملة؟ أين اسم الإشارة في هذه الجملة؟ هذا طالب مجتهد وذلك طالب مقصر. هذا اسم إشارة للقريب أو البعيد؟ للقريب. جميل، هل هناك أسماء إشارة أخرى في هذه الجملة؟ هل هناك أسماء إشارة أخرى في هذه الجملة؟ من تقول؟ ماذا؟ ماذا؟ هل توجد أسماء إشارة أخرى في هذه الجملة؟ هذا طالب مجتهد وذلك. هل يوجد ماذا؟ هنا نعم، ذلك أيضا اسم إشارة للبعيد. للبعيد، إذن الإشارة للمذكر هذا وذلك، هذا للقريب وذلك لل وذلك لل للبعيد. نبدأ درس اليوم إن شاء الله. من تقرأ؟ من تقرأ مع من؟ يعني من تسأل ومن تجيب؟ من تقرأ؟ من هذه؟
هذه آمنة؟ هذه آمنة. هذه آمنة، لأن الاسم المؤنث لا يقبل التنوين، هو ممنوع من الصرف. نعم هذه آمنة. نعم تفضلي. ومن تلك؟ ومن فاطمة؟ تلك فاطمة. نعم ومن تلك؟ تلك فاطمة. نعم أحسنتي. أكملي. هذه طبيبة. نعم هذه طبيبة التي تلك ممرضة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. نعم الممرضة هي من تساعد الطبيبة. جيد؟ نعم تفضلي. هذه من الهند. نعم. وتلك من اليابان. أحسنتي. هذه من الهند وتلك من اليابان. أحسنتي. تفضلي. هذه طويلة وتلك قصيرة. هذه طويلة وتلك قصيرة. جميل. ما اسم الإشارة في هذه الجملة؟ هذه وتلك. هذه للقريبة وتلك للبعيدة. أحسنت. للبعيدة. أحسنت. جزاك الله خيرا. من تقرأ هذا الجزء؟ أين أم كلثوم؟ نعم أنا هنا. نعم تفضلي. من هذا؟ نعم هذا حامد. جميل. ومن ذلك؟ ذلك علي. نعم تلك. أتلك أتلك دجاجة. نعم نعم. لا تلك بطة. بطة. جميل. نعم ما هي أسماء الإشارة هنا في هذا الجزء؟ ما هي أسماء الإشارة في هذا الجزء؟ أتلك دجاجة. نعم أتلك دجاجة. نعم. لا تلك بطة. تلك بطة. إذن تلك اسم إشارة لمن أو لماذا؟ للبعيد. للبعيدة. تلك المؤنث. نعم أو للجمع غير العاقل البعيد. أحسن. نعم. من تقرأ هذا الجزء؟ أنا أستاذتي آسيا. تفضلي. أهلا ومرحبا. تفضلي آسيا. ما تلك هذا؟ نعم. ما تلك؟ تلك بيضة. هذه السيارة. هذه السيارة المدرسة وتلك السيارة المديرة. هذا أنا. الساعة أباس. هذه الساعة حامد. تلك الساعة عباس. نعم ما هذه ساعة حامد وتلك تلك ساعة عباس. أحسنت. جميل. هذه أيضا. ذلك ديك وتلك دجاجة. دجاجة. ذلك ديك وتلك دجاجة. جميل. نعم هذه التدريبات قراءة. رأي هذه التدريبات. نعم من تقرأ أول نقطة هنا؟ نقطة رقم واحد. من تقرأ؟ ممكن أنا. تفضلي. هذه
هذه مدرسة. نعم نعم أحسنتي. هذه مدرسة مدرسة وتلك جامعة. نعم هذه مدرسة وتلك جامعة. الجملة السابعة من تقرأ؟ أنا أسيا. ذلك حمار وتلك ذاكرة. أنا أقصد السابعة هذه رقم سبعة. سبعة. هذا بيت المعزم وتلك حديقة التاجر. أحسنت. هذا بيت المؤذن وتلك حديقة التاجر. الجملة الأولى للقريب أو البعيد؟ جملة أولى قريب. قريب. والجملة الثانية؟ لبعيد. لبعيد. المذكر أو المؤنث؟ حديقة مؤنث. أحسنت. كلمة حديقة مؤنث. إذن الجملة للبعيد مؤنثة. هذا تدريب. نعم أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد. ذلك وتلك. ذلك للمذكر أو المؤنث؟ مذكر. وتلك تلك مؤنث. مؤنث. جميل. رقم سبعة ماذا أقول؟ سبعة. ذلك قميص. ذلك قميص. أحسنتي. اثنى عشر. النقطة الثانية عشرة. هنا ذلك أو تلك. أي رقم؟ اثنى عشر. النقطة الثانية عشرة. ناقة. هذه تلك. تلك ناقة. تلك ناقة لأن ناقة مؤنثة. جميل. من تقرأ الكلمات الجديدة؟ الممرضة، الحديقة، البتة، المؤذن، النقطة، البيضة. نعم. ما هي الأسماء المؤنثة والمذكرة؟ يعني أريد الأسماء التي هي المؤنث والأسماء التي المذكرة. في هذه الكلمات كلمات مؤنثة وأخرى مذكرة. المعرفة مؤنث، الحديقة مؤنث، البتة مؤنث، المعزن مذكر، الناقة مؤنث، البيضة مؤنث. نعم صحيح. أسماء الإشارة للقريب وأسماء الإشارة للبعيد. نعم من تقرأ؟ هذا محمد. هذا محمد. نعم. وهنا ذلك حامد. أحسنت. ذلك حامد. نعم. وهنا هذه آمنة. أنك شدايدتي بس ما ترينني. هذه آمنة. هذه آمنة. تلك زينب. فكانت تجوز أبوتا من جيتي ومكتا وكرالي وبيجالي. هذه آمنة. آمنة الاسم المؤنث لا يقبل الضمة، هو ممنوع من الصرف، لا يقبل التنوين. عفوا أنا أقبضه بالضمة إذا كان مرفوعا. أقول هذه آمنة وتلك زينب. نعم تفهمين؟ يا أم كلثوم هل تفهمين هذا؟ آمنة. آمنة اسم لامرأة. اسم لامرأة والمرأة أسماء النساء نضع عليها ضمة لا تقبل التنوين. نعم أقول هذه آمنة. تلك زينب. هذه ممنوعة من الصرف. نعم درسناها قبل ذلك. هل هذا الجزء مفهوم؟
آسيا، أم حمزة، آسيا يا آسيا، هل تفهمين هذا الجزء؟ نعم نعم. ويا أم حمزة هل تفهمين؟ يا أم حمزة؟ يا أم كلثوم؟ نعم نعم نعم. هل عرفت الفرق لماذا لم أقل آمنة؟ آمنة خطأ. أها. آمنة. لا الآمنة. نعم. وهنا زينب. زينب بدون تنوين، يا الاسم ممنوع من الصرف، الاسم المؤنث، اسم المرأة المؤنث ممنوع من الصرف. نعم. الدرس الثامن، أخذنا هذا وذلك وهذه وتلك. جيد. إذا كانت الكلمة بعد اسم الإشارة معرفة بأل، نعم، إذا كانت الكلمة بعد اسم الإشارة معرفة بأل فأقول أن هذه الكلمة تعرب بدلاً، نعم، بدلاً من الكلمة الأولى. يعني ممكن أن لا أقول هذا وأفهم الكلام، إذا قلت الرجل تاجر والرجل طبيب الجملة صحيحة. جيد؟ هذا مفهوم؟ إذا قلت، إذا كنت أشير إلى رجل فأقول هذا تاجر وذلك طبيب، الجملة صحيحة. نعم. هل ما أقوله مفهوم؟ يا أم كلثوم، من تفهم تقول نفهم؟ أنا مسؤولة. من هنا غير أم كلثوم؟ يا آسيا؟ نعم. إذا هذا، كلمة هذا نحن نعرف، هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، وذلك اسم إشارة للمفرد المذكر، هذا اسم إشارة للقريب وذلك للبعيد. نعم. نعم. إذا جاء الاسم بعد هذا معرف بأل، معرف بأل في به أو أل التعريف، أول كلمة أل التعريف، فيكون هذا الاسم المعرف بأل بدل، نقول بدل. ما معنى بدل؟ نعم، البدل هو كلمة تأتي بعد اسم الإشارة في هذا المثال، تصلح أن تكون مكان اسم الإشارة. كيف هذا؟ إذا لم أكتب اسم الإشارة وأقول الرجل تاجر، الكلام صحيح. نعم. هذا مفهوم؟ نعم أستاذتي. وذلك الرجل تاجر، وذلك الرجل طبيب. كلمة الرجل، الكلمة المعرفة بعد اسم الإشارة تعرب بدل، تعرب بدل، بدل منها، يعني هذه بدل من هذه، بقول بدل. نعم؟ نعم نعم. ولكن بشرط أن تكون معرفة بأل، إذا كانت بدون أل فهي خبر، كما كنا نقول في الأمثلة السابقة هذا طبيب وذلك تاجر، مبتدأ وخبر ومبتدأ وخبر. ولكن إذا كانت كلمة معرفة بأل، هذا الرجل، هذا مبتدأ والرجل بدل، أحتاج إلى خبر، يعني هذا الرجل من؟ يعني لا أفهم إذا قلت هذا الرجل، لا أفهم، ولكن إذا قلت هذا الرجل تاجر فأنا أفهم أن هذا الرجل الذي أشير إليه وأتحدث عنه يعمل تاجرا. هذا مفهوم؟
هل مفهوم ما أقوله مفهوم؟ نعم. إذن البدل هو الكلمة المعرفة بأل التعريف بعد اسم الإشارة. ممكن أن أحذف اسم الإشارة وممكن أن أحذف هذه الكلمة. أقول اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد، هذه جملة منتهية. ولكن إذا قلت هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب، إذا قلت البيت للتاجر هل تفهمين الجملة؟ نعم. ولكن إذا قلت هذا، أنا أشير إلى البيت الآن، لم أكتب كلمة البيت. إذا قلت هذا للتاجر هل تفهمين الجملة؟ أنا أشير إلى بيت ولم أقل البيت، أقول هذا للتاجر، هل تفهمين الجملة؟ الآن أنا أشير للبيت، أقول هذا للتاجر، هل تفهمين الجملة؟ الرجاء الرد حتى يعني لا يضيع الوقت. إذا قلت هذا أنا أشير إلى بيت وقلت هذا للتاجر، هل تفهمين الجملة؟ تك أي جملة كما أنا أشير إلى بيت وأقول هذا للتاجر، هل تفهمين الجملة؟ نعم. إذا قلت هذا البيت للتاجر أفهم الجملة، إذا قلت البيت للتاجر فأنا أفهم الجملة، إذا وضعت اسم إشارة قلت هذا البيت للتاجر فأنا أفهم الجملة. إذن الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة تعد بدل من اسم الإشارة، نعم، ولكن شرط أن تكون معرفة بأل. هذا مفهوم؟ هذا الذي قلته مفهوم؟ يا أستاذتي الصوت ليس جيد. كيف تبغى تريدين نقاط؟ نعم. هل مشكلة الصوت عند أم كلثوم فقط؟ Вы как слышите, сестры? У вас не прерывается? Адан, лейся солту джамиль. Лейся солту джамиль. Валякин, это сам на мя культуру, а у ля? Наан. نعم سأتصل من الهاتف حتى يتحسن الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، ما شاء الله جيدة جيدة. نعم الحمد لله. أنا أتحدث عن البدل، هذا الدرس يتحدث عن البدل. البدل هو الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة في درس اليوم. هناك أشكال وأشياء أخرى للبدل غير ذلك، ولكن هنا البدل الذي أتحدث عنه هو الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة. يمكنني أن أحذف اسم الإشارة وتظل الجملة صحيحة، أو أحذف البدل الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة وتبقى الجملة صحيحة. كيف هذا؟ عندما أقول
هذا الرجل تاجر. تفهمنا الجملة؟ هذا الرجل تاجر. أنا أفهم أن الرجل الذي يشار إليه، الذي أشير إليه وأتحدث عنه، هو تاجر، يعمل تاجرا. وذلك الرجل طبيب. هل تفهمنا هذه الجملة؟ نعم. جميل. الجملة تتكون من اسم الإشارة هذا، والكلمة المعرفة بال بعد اسم الإشارة، وكلمة نكرة تتمم معنى الجملة. هذا مفهوم؟ مضاف إليه؟ ليس مضاف إليه. ليس مضاف إليه. أنا أتحدث عن الجملة الأولى. هذا كلمة معرفة بال بعد هذا وتاجر. هذا أول جملة. ماذا أعرب الكلمة التي أول الجملة إذا كانت اسم؟ من تقول؟ الكلمة المعرفة بال التي أبدأ بها الجملة الإسمية، ما إعرابها؟ إشارة. هنا اسم إشارة. هنا اسم إشارة. نعم. ولكن الكلمة عامة التي أبدأ بها الجملة الإسمية، إذا قلت الرجل تاجر، الرجل أول الجملة الإسمية، ماذا أعربها؟ ده خبر. مبتدأ ليست خبر. إذا قلت الرجل تاجر، جيد؟ أين المبتدأ؟ رجل. الرجل، جميل. وأين الخبر؟ تاجر. تاجر، جميل. إذن المبتدأ الرجل والخبر تاجر. إذا قلت هذا الرجل تاجر، أين المبتدأ؟ هذا. هذا، جميل. وأين الخبر؟ أين الخبر؟ تاجرون. تاجرون، أحسنتي. كلمة الرجل، كلمة الرجل ما إعرابها؟ أرى الكلمة أولا، هل الكلمة معرفة بأل أو نكرة؟ معرفة. معرفة، معرفة بأل. إذا كانت هذه الكلمة معرفة بأل تصبح بدل، تصبح بدل، ليست مضاف إليه. نعم. هذا مفهوم؟ هذا اسم بدل. نعم، هذا الاسم يعرب بدلا. هذا الاسم يعرب بدلا. نعم. هذا مفهوم. هذا الرجل تاجر. إذن هذا مبتدأ والرجل بدل وتاجر خبر. إذا قلت هذا تاجر، الجملة صحيحة أو خطأ؟ هذا تاجر، الجملة صحيحة أو خطأ؟ الجملة هنا صحيحة أو خطأ؟ صحيحة. أنا أفهم أن الذي هذا، لأن هذا اسم إشارة، فأنا أشير إلى أحد، جيد؟ إذن البدل هو بدلاً من اسم الإشارة هنا. ممكن أن أكتب البدل وممكن أن لا أكتب البدل، والجملة صحيحة. الكل يفهم ما أقول؟
الكل يفهم ما أقول؟ يا أستاذتي. نعم. أنا في اليوم مشغولة جدا في العمل. نصفه أسمعه ونصفه لا أسمعه. هنا تنتهينا إن شاء الله، يمكنك أن تسمعي تسجيل الدرس. نعم، ولكن معنا أيضا أم حمزة. يا أم حمزة، يا أم حمزة، آسيا. يا آسيا، هل تفهمين ما أقول؟ نعم. الرجل في الجملة الأولى يعرب رجل. نعم، في الجملة الأولى يعرب ماذا؟ جملة خبر ومبتدأ. مبتدأ. والجملة الثانية بدل. أحسنتي. إذن الاسم المعرف بال، الاسم المعرف بال، ال التعريف. بعد اسم الإشارة يعرب يعرب ماذا؟ بدل. يعرب بدل. جميل. ننتقل إلى الكتاب. هذا هو درس اليوم. اسم الإشارة، إذا جاء بعد اسم الإشارة كلمة معرفة بأل، والكلمة المعرفة بأل هي اسم، نوعها اسم وليس فعل وليس حرف. نعم، إذا جاء بعد اسم الإشارة كلمة معرفة بأل، هذه الكلمة تعرب بدل. نعم. جميل. اسم التاجر محمود، اسم التاجر محمود، واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. أين البدل في هذه الجملة؟ البيت. البيت، البيت في الجزئين، البيت في الجزء الأول من الجملة، والبيت هنا هذا البيت، هذه جملة وذلك البيت جملة ثانية. نعم، البدل في الجملتين هو كلمة البيت. اقرأي هذه الجملة. التاجر، بيت التاجر، بيت التاجر أمام المسجد، وبيت الطبيب خلف المدرسة. أحسنت. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. نعم، كلمة التاجر هنا ما إعرابها؟ مضاف إليه. أحسنت. والمسجد؟ مسجد أمام المسجد، هذا اسمه مجرور؟ نعم، لا، مضاف إليه أيضا. أنا قلت بعد الظرف مضاف إليه. أمام ظرف أو حرف جر؟ ظرف. إذن بعد الظرف مضاف إليه. نعم، نتوقف لأن الوقت قد انتهى. إن شاء الله نلتقي في درس القادم. أجبنا عن هذه التدريبات في الواجب إن شاء الله. هذه التدريبات إجابتها هنا. نعم. التدريبات. الأسئلة، الأسئلة، هذه الأسئلة إجابتها في الجزء الأعلى. هل هناك أسئلة؟ لا.